السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم معايا في فيديو جديد في سلسلة تعلم الاكسل من البداية للاحتراف. معاكم عبد الرحمن. ان شاء الله يا جماعة النهاردة هنتعلم ميزة جميلة جدا في الاكسل، والفيديو قصير جدا وان شاء الله نطلع منه بمعلومات كبيرة. اتمنى تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب، وبشكركم كتير اوي 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 على دعمكم وعلى كلامكم الطيب. باذن الله مكملين علشانكم وبيكم. دلوقتي يا جماعة احنا عندنا مجموعة من التواريخ زي ما احنا شايفين كده، عايزين نعرف هو كل يوم من التواريخ دي كان يوم ايه، كان يوم ايه في ايام السنة، هل سبت حد اتنين. ازاي نقدر نعرف ده بسهولة؟ مثلا تاريخ شرائنا لمنتج معين، تاريخ انتهاء اقامة حد، عايز احدد تاريخ بداية مشروع واحنا اجازة جمعة وسبت، فعايز اتأكد ان التاريخ ده مش هيكون جمعة او سبت. ازاي اعرف بقى ان اليوم ده موافق يوم ايه؟ بمنتهى البساطة طبعا هو في شورت كات بسيط قوي قوي، لو عايز اكتب التاريخ بدوس على كنترول وحرف الكاف بيطلع لي تاريخ النهاردة، كنترول وحرف الكاف بيطلع لي تاريخ النهاردة. بلاحظ يا جماعة ان الفورمات بتاع التاريخ ظاهر الشهر الاول وبعد كده اليوم وبعد كده السنة. انت بتمشي او الجهاز بيطلع لك الفورمات حسب الفورمات اللي موجود في جهازك من تحت من هنا. فلو انت عايز مثلا ان اليوم يبقى الاول وبعد كده الشهر في النص وبعد كده السنه في الاخر، لازم تغيرها من هنا من الكنترول بانل، بتخش وبتغير الفورمات بتاع التاريخ. طيب بالنسبه للتواريخ اللي قدامنا دي، ازاي نقدر نعرف اليوم بتاع كل تاريخ منهم؟ بمنتهى البساطه بقف على التاريخ وبدوس كليك يمين وبنزل على حاجة اسمها فورمات سيلز. من فورمات سيلز هيفتح لنا قائمة، هتنقل من القائمة دي من نمبر على حاجة اسمها كاستوم. انا في نمبر دلوقتي بتنقل لحاجة اسمها كاستوم، ده الفورمات بتاع التاريخ. ممكن هو هنا ظاهر لي ام دي واي 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 واي، ده الفورمات الام للمانس والدي للداي والواي للير. ممكن اغيرها اخلي الداي الاول، ولكن ده هيبقى في الجزئيه دي بس، مش هيبقى في الجهاز عموما يعني، هيبقى على الجزئيه دي بس. مثلا لو قلت له اوكي بقى اليوم الاول بعد كده الشهر وبعد كده السنه كليك. طبعا انت هتقولي طب انا مش عاوز سبتمبر كده، انا عايزها 9، وبعدين ايه الشرطه المايله دي، انا عايز اغيرها. كل ده هنعرفه حالا. كليك يمين فورمات سيلز، طبعا دي كلها فورمات اهي انا ماليش اي علاقه بيها. ممكن ان انا بمنتهى البساطه امسح التايب ده خالص، امسحه خالص واحط انا بقى التايب بتاعي. حضرتك بتتمنى ايه؟ انا عايز اليوم الاول خلاص ابقى اكتب دي. طيب لو كتبت، لاحظ ان انا كتبت دي 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 3 دي ورا بعض، هيكتب لي وين اختصار لوينس داي، وين اختصار لوينس داي. فانا ممكن امسح كده، كتب لي 25 بس، لو زودت كتبت 4 دي هكتب لي وينس داي كامل، وينس داي كامل. بعد كده بدوس على السلاش، وبعد كده بكتب مثلا ام، ده كده اول ام اهي كتبت لي شهر 9، ام ام 09، ام 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 سب، بعد كده ام 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 سبتمبر، بعد كده سلاش واي 19 3Y2019 4Y2019. لاحظ شكل التاريخ دلوقتي بقى عامل ازاي اهو. ممكن انت بقى تعمل ايه؟ كليك يمين فورمات سيلز، تمسح الكلام ده، تخلي مثلا دي دي 2D سلاش ام سلاش واي واي واي، تبقى عملت اللي انت عايزه، خليت اليوم الاول بعد كده الشهر وبعد كده السنة. وتقدر بالفورمات بنتر تعلم كده، لاحظ زي السحر بالظبط، خلينا اليوم الاول بعد كده الشهر وبعد كده السنه. طيب عايز اعرف يوم ايه؟ بمنتهى البساطه كليك يمين فورمات سيلز، بدل ما تكتب بقى دي دي والكلام ده، كل اللي انت هتعمله ان انت ايه هتكتب اليوم، اليوم اللي هو دي 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 دي، ده هيبقى وينزداي يوم 4، التاريخ ده يوم 4. طيب عاوز باقي التواريخ زيه بالفورمات بنتر، وبعلم بسحب عليهم اقدر اعرف ان اليوم ده كان يوم حد، اليوم ده يوم سبت. لاحظ هو بيبقى ظاهر لك اليوم هنا، وبيبقى ظاهر لك كان موافق ايه يعني في ايام ربنا. طبعا الجزئيه بسيطه وسهله،
ومميزه وتقدر بيها تعدل في التواريخ زي ما انت عايز. بشكركم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.